اللعيبه دي بتاخد منشطات؟ بالله عليك يا جدعان حد يعرفني اللعيبه دي، هل اللعيبه بتاعت مانشستر سيتي بتاخد منشطات؟ يعني دوت لازم الفيفا تجاوبنا عليه، عشان دوت مش مجهود عادي، ده مجهود منشطات. والواحد النهارده كان بيتفرج على مانشستر سيتي وما كانش مصدق اللي بيحصل ده. تقول لي ما كنتش مصدق ايه يا عم زيكا؟ اقول لك ان الفرقه لسه ما كملتش 72 ساعه من ماتش تقيل فشخ قدام كبير اوروبا ريال مدريد، لعبت 120 دقيقه بضربات جزاء. يعني الفرقه دي خلاص استهلكت، ما كملتش 72 ساعة، يعني ما كملتش 3 أيام والله، يعني هما 48 ساعة. وبعدين دخلت في اليوم الثالث هوبا ماتش كبير في نص النهائي قدام تشيلسي، واللعيبة بتلعب حصانة اللي هو بص نفس الأسلوب اللي كانوا بيلعبوه قدام ريال مدريد، بام 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 بيضغطوا بيهاجموا بيضغطوا بيهاجموا. أنا بتفرج على الماتش النهاردة وقلت هي دي ريال مدريد ولا دوت تشيلسي؟ أنا بيلعب بحماس وبطاقة أنا ما شفتهاش في فرق قبل كده. اللعيبة دي بتاخد منشطات؟ بالله عليك يا جدعان حد يعرفني اللعيبة دي، هل اللعيبة بتاعت مانشستر سيتي بتاخد منشطات؟ يعني دوت لازم الفيفا تجاوبنا عليه، عشان دوت مش مجهود عادي، ده مجهود منشطات. دي اول حاجه استغربتها. تاني حاجه استغربتها ان بعد الماتشات الكبيره وبعد الخسارات اللي بتبقى في ماتشات كبيره دايما بيبقى فيه توابع. يعني مثلا انت خسرت ماتش كبير، ايه بتحللك ماتش في التاني؟ يعني لو انت جامد تاخد لك ايه ماتش جامد وتخسره بعديها. فانت عندك مانشستر سيتي خسرت ماتش كبير فشخ قدام مين؟ قدام ريال مدريد، بس اللعيبه ما خسرتش، اللعيبه برده بنفس الاداء وبنفس الروح وبنفس الباشن وكسبت. انا مستغرب لها ازاي عملوها، انا مش عارف. دلوقتي يرجع لبيب جارديولا، وانا صراحه مش عارف هو ازاي عملها وازاي اقنع لعيبته ان النهارده يلعبوا ماتش جامد وما يخسروش قدام تشيلسي، لان هو المفروض يبقى فريق كبير. فعملها ازاي مع اللعيبه انا مش عارف. بجد شابوه لبيب جارديولا. حاجه بقى في الماتش اللي انا لاحظتها ان فرقه تشيلسي وفرقه المليار يورو وان هما جابوا بوتشيتينو، يعني انا مش عارف الراجل دوت ومش شايفين ان هو كلاون ازاي. الراجل اقسم بالله العظيم كلاون، وبيك كلاون كمان، مش كلاون عادي، لا ده بيك كلاون. ان الراجل يعني عمره ما اخد بطوله في حياته غير مع باريس اللي هي اصلا بتاخد بطولات، وبل خسرهم. يعني هو كان بيخسرهم تقريبا، خسرهم دوري لو انا اتذكرها، يعني مسعفاني اسعفتني، فهو تقريبا خسرهم دوري. يبان قوي انه ما عندوش شخصيه في اللعب، وانت تجيبه وتحطه في فرقه كبيره زي تشيلسي. لا هو مش كده، يعني انت الراجل جبته وحطيته على فرقه واديته كميه فلوس ما بتتعدش، يعني انت تقريبا مديله فوق 600 مليون، 600 مليون تشتري انديه. يعني 600 مليون دول يشتروا زي ايه؟ اتنين نادي من نيوكاسل. اللي هو صباح الفل يا باشا، انتوا الناس دي عبط. الناس دي عبط بس معاها فلوس كتير قوي ومش عارفين يودوها فين. يعني توت بيلي دوت معاه فلوس كتير فشخ ما بتتعدش، وعمال يصرف زي العبيط وماشي ورا ناس هبل. دلوقتي كده بيب جارديولا في النهائي، وهنشوف هو السنه دي هيعرف يحصد كام بطوله، هل هيعرف يخلص على الدوري؟ ولو ان الدوري بالنسبه له يعني ماتش الدوري سهل، فاللي هو ايه انت اسهل واحد من توب 3 اللي هو انت وليفربول وارسنال، انت ايه اسهل ماتش فيهم؟ هل هتعرف تخلص الدوري؟ انت تقريبا فاضل لك 7 ماتشات تقريبا، يعني فاضل لك 7 ماتشات وتاخد الدوري، هل هتعرف تخلصه؟ هل هتعرف تاخد الكاس؟ شوف بقى انت هتعرف تعمل ايه، هتعرف توقعاتكم ايه للراجل دوت في السيزون دوت. خير ولا سخر، انا معاكم زيكا. لو انت لسه مش عامل لي سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب، ولو انت لسه مش عامل لي فولو على الفيسبوك اعمل لي فولو، واتمنى تبقى عملت لايك للفيديو دوت عشان نكبر بيكم. وبس كده.